الإسلام أنه يجب على المسلم عليه أن يرد السلام وجوبا، ولهذا قال العلماء ابتداء السلام سنة ورده فرض، والرد يكون بمثل السلام أو أحسن، كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام ورحمة الله، هذه أحسن، وإن قلت وعليك السلام كفى، لأن الله قال ردوا بأحسن منها أو وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما رد بعض الناس تسلم عليه فيقول أهلا وسهلا فلا يكفي، يعتبر الذي يقتصر على قول أهلا وسهلا يعتبر تاركا واجبا آثما، لأنه ما رد، حتى لو كرر هذا لو قال أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا وما أشبه ذلك لا يكفي، لا بد أن يرد السلام أولا ثم يرحب. ولهذا جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالأنبياء سلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم فإنه قال مرحبا بإيش؟ بالابن الصالح، بالنبي الصالح والابن الصالح.